يقول السائل: إذا دخلت في صلاة العشاء في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب وسلمت مع الإمام ثم صليت بعد ذلك صلاة العشاء، هل في ذلك العمل خطأ؟ الأحسن أنك تصلي المغرب لحالك ولا مع ناس فايتتهم الصلاة، ناس مثلك عليهم صلاة المغرب تصلونها ثم تدخلون مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. لكن إذا كان هذا حصل وصليت وراء الإمام صلاة المغرب وهو يصلي العشاء، صلاة صحيحة ما نقول تعيدها، لكن الأولى أنك صليت المغرب قبل ثم دخلت مع الإمام في صلاة العشاء بما بقي منها، ولو لم تدرك منها إلا الجلوس الذي قبل السلام. نعم.